زي الإهمال زي الإرهاب. طيب هروح للخطاب اللي جالي من السيد وزير التربية والتعليم، واللي أبلغني فيه إن تم التعامل مع مدير المدرسة اللي الطالب، ده الجواب اللي وصل لنا، اللي الطالب خد 50 غرزة في جسمه نتيجة إن زملائه اعتدوا عليه بالضرب في المدرسة. تم التحقيق في هذا الأمر. الحقيقة المدرسة دي موجودة في بني عبيد في محافظة الدقهلية، وأنا قلت لحضراتكم صحيح إن ده موقف وزير التربية والتعليم بإنه أحال الواقع للتحقيق وأوقف مدير المدرسة وعمل كل هذه المواقف، لكن أنا عندي تقرير بيعرض إن الناس ما زالت عندها حالة خوف من إن يتم الاعتداء على أولادهم في هذه المدرسة، لأن الولاد دول بيروحوا للقرية دي، هم مش من القرية دي، هم من القرية تانية جنبيها أو قرى جنبيها بيروحوا المدرسة دي، فالبهوات اللي من القرية الأصلية اللي هي بني عبيد دي بيعتبروا إن أي واحد جاي عندهم ده واحد من بره، فيعتدوا عليه يضربوه، يعني الطالب ده مش الطالب الوحيد. خلونا ينضم إلينا اللواء أحمد شعراوي محافظ الدقهلية. مساء الخير يا سيادة المحافظ. مساء الخير على حضرتك وأستاذ المشاهدين. ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا فندم. يعني هل حضرتك وصلت لحضرتك المعلومات الخاصة بالطالب اللي كان في المدرسة بتاعت بني عبيد وتم الاعتداء عليه وخد 50 غرزة وهو موجود في المستشفى الآن؟ طبعا ده من أول دقيقة طبعا، يعني اتخذنا الإجراءات كلها معايا. طيب دلوقتي انا هعرض على حضرتك التقرير، لان اهالي القرى اللي محيطه بالمدرسه دي قلقانين يا سياده المحافظ من ان ولادهم يتعرضوا لنفس ما تعرض له هذا الشاب، ونفس يعني شباب غيره تعرضوا الى او طلاب غيره تعرضوا. ارجو ان وقت حضرتك يا دكتور يسمح لنا ان احنا نتابع التقرير ثم ناخد تعليق من حضرتك. طيب نتابع التقرير سياده المحافظ. نتابع التقرير. جالي تليفون ان ابنك في المستشفى مصاب. طبعا جريت اشوف ابني، لقيت ابني متمزع، مش مضروب، لا متمزع. الكلام ده حصل جوه حوش المدرسه مش بره. الناظر بتاع المدرسه نفى الكلام ده وقال ما حصلش عندي حاجه في المدرسه ولا 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 كل الكلام ده. وروني الدم، خدت اول الدم يعني من اول سور المدرسه، مشيت مع الدم بعرض يمكن 200 300 متر من اول المدرسه من الناحيه دي للناحيه الثانيه، ابني دم والدنيا بتشتي دم. بسال في ايه؟ قالوا لي في طالب اسمه محمد أحمد تقريبا شهرته الحرامي، وطالب تاني شهرته كهربا، وطالب تالت اسمه إبراهيم عادل. ما فيش عداوة بينهم وبين أي طالب، المعروف عندهم في عرفهم الكام طالب المشاغبين دول فرد السيطرة، عشان المدرسة في قريتهم أبناء مركز بن عبيد اللي عندهم دخلاء عليهم أسرى حرب عندهم. يعني جينا العيل دي ميت، تبان وبان الكلى ما فيش ملي او نص ملي، يعني ينفع؟ يعني لو كان جد في الغضروف كان الوقت شلل رباعي، واحنا ناس غلابه، احنا ناس فقراء، احنا عايزين حقنا، احنا بنطلب الاعدام للعيال دي، لو طلعوا صاحيين او ما خدوش حكم يرضينا احنا هنموتهم. انا جاي من الطريق قدام المدرسه كده، لقيت دي نايم بره من السور لوحده. لا فيه طلبه تانية زملاء شالوه طلعوه بر. لقيت اشرف روحت شايله على العربيه وجبتها بودنيتي جايب الحمار على طول. لقيته متقطع، ظهره متقطع وجنبه وراسه، انا قلت ان هو ميت. عملت ايه ساعتها؟ انا ما اعرفش انا ايه اللي جرالي. ابني انا عايز حق ابني، عايز حق ابني. واحنا قاعدين في المدرسه اشرف، احنا قاعدين واحد خبطه هنا كده، فعمل كده وقام يجري. اما اشرف قام يجري، قام جايين شويه من صحابه اللي هم معاه في الحادث، قام جايين صدين اشرف كده ضربين، قام جايين بقى المؤمن عليه ضربين. كانوا كم واحد؟ كانوا خمسه.
بس اللي اتمسك ثلاثة ما اتذكرش اسمائهم. انا حولت من المدرسة، ابوها حولني من المدرسة، ضربوني. نفس الاشخاص، نفس العيال ضربوني هناك، بهدلوني جامد. قلت ابويا راح حول لي. انا كنت هناك السنه اللي فاتت، فنفس العيال دول مسحوني يعني، ضربوني ومعورني في رجلي اهوت. فيعني اجت امي حولت لي ودتني الزراعه. كل يوم والتاني عاملين مشكله في المدرسه، وضربوني ابن خالتي قبل كده في قلب المدرسه، ومصورينه وهو بيلطم على وشه. ليه يعني هم ارغمونه يلطم على وشه؟ امه كده حبسوه في الفصل وخلوه يضرب على يلطم على وشه. احنا خايفين عليهم من نهار اشرف، ما عدناش بنوديهم، وبنات ولهم مستقبل. يعني قعدتهم من المدرسه؟ قعدناهم، خايفين عليهم. طب بعد اللي حصل قدام منك مش هتخاف تروح المدرسه تاني؟ انا الصراحه قعدت يومين ما روحتش المدرسه، عشان عليا عملي لازم اروح العملي، روحت المدرسه وتخايف وبمشي في الفسحه كمان عشان ما فيش حاجه تحصل. اهلا مره اخرى بحضرتك دكتور احمد شعراوي، محافظ الدقهليه. سياده المحافظ، الطلبه اللي من القرى المختلفه خايفين من الطلاب دول اللي موجودين في هذه المدرسه، واللي اعتادوا ان هم يضربوا زمايلهم ويعتادوا عليهم بهذه الصوره، الاجراءات اللي حضرتك اتخذتها ايه لتامين هؤلاء الطلاب؟ شوف اقول لحضرتك على حاجه. اولا الواقع طبعا هم احتكوا ببعض في الفسحه، تمام، عشان اوضح لحضرتك الواقع بالظبط، لان دي من النيابه نفسها. والاربعه المجني عليه وهم مشوا من المدرسه، او هو مشي خاف منهم احتمال كبير، طلعوا وراه وبداوا يضربوه جنب سور المدرسه. تمام؟ طبعا ثلاثه اتقبض عليهم اللي قاموا بالواقعه وتحولوا النيابه، النيابه ادتهم اربع ايام، وبعدين خدوا استمرار يعني 45 يوم. تمام؟ يعني لسه قدامهم لغايه نص شهر 11 ولا 23/11 ده ميعاد التجديد بتاعهم التالي. الواقع حاليا قيد التحقيق في النيابه العامه. احنا كده اصبحنا كطرف، او اي حد كطرف، طالما الموضوع في يد القضاء خلاص انتهى الموضوع، هم اللي ايه بيتولوا الموضوع. وطبعا التهمه الموجهه لهم شروع في قتل واحراز سلاح ابيض بدون تفصيل. تمام؟ تهمه مش سهله. وتهمه هتبقى رادعه لاي حد يفكر في هذا السلوك، وانت عارفه السلوك ده سلوك موجود في الشارع ومع فئه من الناس يتواجد داخل المدارس احيانا، خاصه في مرحله الثانوي ومرحله متهوره سنيا شويه، وهو كلام من ده. يمكن انا طالبت بان تكثيف الامن في محيط المدارس، خاصه دي مدرسه مشتركه، فوارد يحصل احتكاكات بين الولاد وبعضهم، وفي حاله وجود سلاح ابيض ما ينفعش. بالنسبه للمدرسه جميل، هي الناس كانت بتسال الطلبه دول دخلوا بالسلاح الابيض المدرسه ازاي؟ انا جاي لحضرتك بقى. اتفضل يا فندم. ما هو وارد ان اي حد يخش باي حاجه في الحياه، هو في حد بيتفتش في الشنطه بتاعته معاه؟ ما حدش بيتفتش، صح ولا مش صح؟ مظبوط. فالمشرفين بتوع المدرسه اللي هم بتوع الفناء والفسحه والادوار وكل دول اتحولوا للتحقيق، وتم استبعاد مدير المدرسه. طب انا عايز اسال حضرتك حاجه يا دكتور احمد. انا في وجهه نظري بقى ده مش حل. طبعا مش حل. لابد المدارس اللي زي كده اولا فيها امن اداري، والمفروض الامن الاداري ده في محيط المدرسه. صح. اثنين، تجديد حملات الشرطه في محيط المدارس، خاصه المدارس الحساسه اللي زي دي، اللي هي مدارس ثانوي مشتركه بنات مع بنين، وخاصه المدارس الصناعيه او الزراعيه، وده الفهم مشترك كتير كويس، بحيث انك انت تدي استباب للامن في المناطق اللي زي دي. مش معقول اي ولد او بنت رايحه المدرسه تكون مش رايحه منطقه امنه. المفروض انا بس عايز اسال حضرتك يا سياده المحافظ، لان حضرتك اللي موجود في المحافظه، اتقال لنا ان الطلاب دول اللي في المدرسه الثانويه الصناعيه دي اللي في بني عبيد بيعتبروا ان اي حد مش من بني عبيد بياخدوا منه موقف على طول ويتم الاعتداء عليه. شوف يا الله حضرتك على حاجه، هذه القبليه مش موجوده، هم ثلاث ولاد، واضح ان هم اللي عملوا كده السنه اللي فاتت في بعض الولاد، ومحدش خد اجراء كويس ومحدش اشتكى، وهم انما عشان نقول الصلاحات ده، الصلاحات دي قريه تابعه لمركز بني عبيد كويس، فمش ممكن بقى هنمشي فكره ان المدرسه طالما ما انت عارف حضرتك المدرسه الصناعيه مش موجوده في كل مكان،
مش هقدر اعمل مدرسه في كل قريه وفي كل حته. لا بس يبقى في ضوابط ان المدرسه دي مفتوحه للجميع. بالظبط كده يا فندم. فهذه اللهجه غير مطلوبه وغير مقبوله في نفس الوقت. الطالب مصري يروح اي مدرسه في طبعًا. اي مكان كان على راحته وزي ما هو عايز. طيب في اجراءات حضرتك يعني في اجراءات اتخذها وزير التربيه والتعليم في الواقع، لكن انا كنت لسه بقول في الحلقه اللي فاتت ان الصلاحيات يعني في حاجه اسمها اللامركزيه، الصلاحيات الحقيقيه اللي ممكن يتم اتخاذها على الارض هي من حضرتك كمحافظ لهذه المنطقه. بمعنى وضح حضرتك يعني. يعني انا عايزه يعني في صلاحيات لحضرتك تستطيع المدارس دي تابعه اداريا لمديريه التربيه والتعليم اللي هي تابعه لمحافظه الدقهليه. واحنا اللي خدنا الاجراء ده يا فندم. حضراتكم اللي خدتوا الاجراءات دي. طب اجراءات التامين بقى اللي حضرتك تفضلتي بيها. الاجراءات التامين دي ريجوليشن بتاعت وزاره التربيه والتعليم، هل اقدر احط امن اداري ولا لا؟ دي مش اختصاصي انا يا فندم. ولا ميزانيتي انا ولا هم اللي يقدروا يتحكموا في حاجه زي كده، هل احط امن اداري ولا لا؟ الشرطه احنا ضاغطين عليها بما فيه الكفايه طبعا يعني بصراحه طبع. متوزعه في اماكن كثيره ومواضيع كثيره يعني. طيب يعني احنا نتكلم مع السيد وزير التربيه والتعليم في فكره الامن الاداري. المفروض تخش ان يبقى في ميزانيه خاصه بالامن الاداري اللي هو على الاقل اسوار المدرسه في مشرفين امن ومدرسين وكلام من ده، انما بامانه مش هيلحقوا على الولاد دول. طيب نتابع ده مع السيد وزير التربيه والتعليم. انا بشكرك الدكتور احمد شعراوي محافظ الدقهليه، واتكلم في مساله مهمه جدا، المدارس لازم تكون مفتوحه، ما فيش حاجه اسمها ان المدرسه دي بتاعه القريه دي بتاعه المنطقه دي يبقى ما حدش يدخلها من مناطق اخرى. لكن هنعرض ايضا على الدكتور طارق شوقي مساله الامن الاداري في المدارس، لان ضبط العمليه الامنيه في المدارس مساله في غايه الاهميه. صحيح انه تم استبعاد المدير ووقفه عن العمل واحالته للتحقيق هو والمشرفين اللي كانوا موجودين في هذه المدرسه، لكن في النهايه عندنا طالب زي ما حضراتكم شفتوه واخد 50 غرزة.